باش نحن نصلوا ركعتين وتبدا هنا من المدينه لمكه بعون الله. محمد نبينا بنور هدينا من مكه حبيبي. قولوا لبيك اللهم عمره وحرمته بيان الله. تمام بالله عليكم حتى نفروش على بعض. كل المسلم في الاحرام ينزل يغتسل او كان متصل في الفندق ينزل يلبس الاحرام بتاعه وبالتالي يرجع يلبس الاحرام بتاعه يصلي ركعتين يجي ينوي من الحافل. هذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام. بعد ما صلى ركعتين ركب الدم بتاعه وجاء للكعبه او القبله وقال لبيك اللهم عمره وحرمته بيان الله. بكي وصلنا لاستراحة مسافر. يا بختي رفتي وماشي مش فعلك ما باتوا يا إمامنا. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين ربي يتقبل منا وإن شاء الله رب العالمين يعطي هالفرصة لكل من متنا. اللهم كل من يتمني هاللحظة هذه يا رب العالمين سهل له أمره يا رب العالمين في زيارة الكعبة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ملك له وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والرب وهو على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولذنوبنا يا رب العالمين لسائر أمة محمد يا رب العالمين. شيخ شيخنا منور يا شيخ. منور يا شيخ. الشيخ متحسن. يا شيخ يا شيخ معلش بس قلت لك انا قلت لي راسنا على لك واحد على شك يا شيخ منور يا شيخ. هاي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك. هاي قول معي لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك.